خاصة مع الحملات الأمنية المتكررة سواء على الجريمة أو أيضا على لمكافحة الإرهاب. أي وضع للحريات في تونس؟ قبيلة شوية على صفحة مرصد الحقوق والحريات بتونس فما يعني شريط فيديو قصير شوية، اعتداء أمني خلف كسر في الرقبة وراحة ب 120 يوم. تفاصيل ناخذها ونحكي أكثر كيف ما قلت على واقع الحريات في تونس. ينضم إلينا عن مرصد الحقوق والحريات بتونس المتر مالك بن عمر. مرحبا بك سي مالك. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. إذن خلينا نحكي بداية اليوم ما هو واقع الحريات في تونس. هل مازلنا نقول اليوم أنه الحرية هي فعلا مكسب من مكاسب الثورة ومازالت فعلا قائمة بالرغم أنه اليوم نحكيه على حرب ضد الإرهاب، نحكيه على رهان أمني؟ هل أثر الرهان الأمني اليوم على واقع الحريات في البلاد؟ شكرا على طرح هذا الموضوع في البداية، وشكرا على الاستضافة لراديو ساكن. لكن الحقيقة الموضوع هذا يعني موضوع كبير وشاسع، نحاول نختزله قدر الإمكان أنه نعطيه يعني بعض النقاط. صحيح أن الثورة يعني أتت بالحرية كمكسب، يعني هذا أمر لا يمكن أن نشك فيه. صحيح أيضا أن معطى الإرهاب، هذا المعطى الجديد القادم بعد الثورة، أثر كثيرا على واقع الحريات والحقوق في تونس. نحن في مرصد حقوق الحريات العديد من المنظمات الحقوقية يعني في الحقيقة لاحظوا أنه كلما تقع عملية إرهابية كلما تزداد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات على الحقوق والحريات. يعني كلما كانت هناك عملية إرهابية تعرض لها بلادنا، كلما تم الإعلان على حالة الطوارئ، وهذا الموضوع كبير، حالة الطوارئ تصير هالهستيريا الإعلامية والأمنية اللي ما يعني لا تفرق بين الصالح والطالح، وتتعدد المداهمات والإيقافات العشوائية، وكون حق بطبيعة الحال على عشوائية، يعني بطبيعة الحال يكون على مستوى هناك اعتداءات وتجاوزات. المشكل ان اليوم نحن عندنا دستور جديد، هو دستور جاوزي 2014. نحن كنا يعني الشعب التونسي بأكمله استبشر بالمصادقه على هذا الدستور لما فيه يعني من حمايه دستوريه للحقوق والحريات. المؤسف اليوم انه نجد أنه هذا الدستور تم تعليقه تماما مثل ما تم تعليق دستور 59 بعيدة الثورة. هذا الدستور الذي انتظرناه بعد 3 سنوات يعني تم تعليقه ونطبق أمر يعني سيء الذكر. صحيح هو يعني الأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ. طيب إذا المشكلة هل هي في التشريع القانوني أو المشكلة في الممارسة؟ بطبيعة الحال يعني هناك في من حيث التشريع، يعني عندما نتحدث عن تطبيق لأمر صادر في 1978 ونتحدث عن تعليق العمل بالدستور، يعني هو نتحدث عن تعليق العمل بالدستور يعني مجازيا، يعني هو لم يعلق قانونيا بالدستور. ولكن ما نراه اليوم وما نعيشه اليوم أنه فعلا تم التعليق العمل بالدستور 2014. طيب لكن لو تسمح، يعني منذ أيام كان صار تنقيح للمجلة الجزائية خاصة حول حقوق الموقوفين والفحص الطبي، ما تعتبرش هذه خطوة إيجابية على الأقل في مجال حقوق الإنسان وضمان حقوق المواطن، إنه على الأقل في هو موقوف يعني في فحص طبي وأيضا في حضور المحامي؟ بطبيعة الحال خاصة في نحكي على يعني التقييح بخصوص فترة الاحتفاظ وتمكين المحتفظ به بأن يكون يقع بحثه بحضور المحامي، فجاء هذه ضمانة مهمة ومهمة للغاية. بقى في الممارسة لا نعلم كيف سيطبق هذا القانون، لأنه احنا رأوا أنه لازم يكون هناك العديد من الإصلاحات يعني داخل في الجانب الأمني كذلك، لأنه مش مستانس أنه يتعامل مع محامي، أنه يبحث مواطن محتفظ به أو بشبهة أمام محامي،
يعني هناك بعض الصعوبات قامت في نهايه الامر يبقى غمامه، لكن نحب نتحدث هنا بالنسبه للواقع اللي عايشين اليوم، انه اغلب الخروقات والانتهاكات اللي قاعده تصير اليوم في تونس هي تتم تحت عنوان مكافحه الارهاب، وخاصه في ظل حاله الطوارئ. يعني انا نحب يعني في من ناحيه التشريع تحدثت سيادتك على التشريع، التشريع يعني صحيح اليوم في تونس انه ما زلنا نطبقوا في امر صادر عام 72 حاله الطوارئ، يعني امر غريب يتم تطبيقه، يعني يعلق جميع الحريات. لكن اليوم يقول لك التونسي اولويته هي الامن، اليوم بلاد يعني تعيش في حالة حرب على الإرهاب، فما ناس تقول لك الأمن أولوية بالنسبة لي. احنا في تونس اليوم عندنا الصحة أولوية، عندنا التربية أولوية، عندنا الاقتصاد أولوية، عندنا البطالة أولوية، عندنا الأمن أولوية، يعني كل يعني كل المجالات بالنسبة عندنا فيها بشوكين سامحني في الكلمة، وكلهم فيهم أولويات، يعني ما نجموش يكون التونسي يقول أنا عندنا الأمن أولوية ومكافحة الإرهاب، هي جميعها يعني تذهب في خطوط متوازية معا، الحقوق والحريات هذه مكسب من مكاسب الثورة التونسية، هي مكسب يفتخر به التونسيون ويمارسونه يوميا في احتياجاتهم في يعني في انتقادهم للسلطة، في إبداء الرأي، هذا الكل حرية الإعلام، هذا الكل يمكن أن نخسروه بتعلم مكافحة الإرهاب أو غير ذلك من التعلم. واضح. طيب سؤال أخير قبل ما تغادرنا أستاذ مالك، حول التعذيب في السجون اليوم، وكأنه هذه الظاهرة ولا معناها مسكوت عنها، ما عادش نحكيو عليها برشا، وكأنه اليوم ما عادش عندنا تعذيب في السجون، وقت اللي من حين إلى آخر تطلع لنا حالة أخرى من حالات التعذيب داخل السجون. بطبيعة الحال يعني عندما نتحدث عن التعذيب يعني يجب أن نتحدث عن هذا الملف بشكل عام، هو ليس امرا يختص به السجون فحسب، هناك تعذيب في مراكز الايقاف، هناك تعذيب في السجون، ممكن يعني هناك حالات نحن رصدناها في مركز حقوق الحريات في تونس، وهناك تعذيب كذلك في عند الـ يعني باحث البدايه عندما يستنطق بين الظفرين للشبهه حتى يحصل على اعترافات، يعني بطبيعه الحال هذه ما زالت موجوده، وتحت تعلم مره اخرى يعني مكافحة الإرهاب يعني نجدها يعني تذهب إلى الأقصى هذا الإشكال. نعم. واضح. إذا الأستاذ مالك بن عمر عن مرصد الحقوق والحريات بتونس، شكرا لك وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.